اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. نروح للسوشيال ميديا ونشوف اتكتب على الاهلي ايه في الساعات الاخيره. والنهارده كل منشطات وكل المنصات الاجتماعيه في تويتر مهتمه جدا باخبار الاهلي في الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب الاهرام على تويتر وبيتكلم على ان الاهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه ايسترن كامباني في الدوري. كلنا عارفين المباراه بكره ان شاء الله في الجوله 31. النهارده التدريب الختامي، سواريش هيعلن القايمه، غالبا هيكون 21 او 22 لاعب في القايمه اللي هيشارك او تشارك في مباراه بكره. والفتره الاخيره الحمد لله في نتائج ايجابيه، سواء في عدم استقبال اهداف وايضا في تسجيل اهداف في المباريات الاخيره، وتميز لرامي ربيعه كمان في تسديد ضربات الجزاء الترجيحيه. طيب حساب بطولات بيقول مصدر بالاهلي البطولات، بيرسي تاو لن يتواجد في قائمه لقاء الاهلي لمواجهه ايسترن كامباني وشكوك حول جاهزيه كريم فؤاد. طيب بيرسي تاو لن يتواجد في قائمه الاهلي لمواجهه ايسترن كامباني، اللاعب ما زال يعاني من الام في العضله الاماميه وشكوك حول جاهزيه كريم فؤاد للاصابه. ده كلام على عقده بطولات ومصدر بالاهلي، لكن النهارده اعلان القائمه الرسميه. هننتظر القائمه الرسميه ونشوف سواريش هيختار مين معاه في مباراه بكره باذن الله. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع على تويتر، والكل بيتكلم على اللعيبه اللي اجرت عمليات جراحيه الفتره الاخيره، وكان ابرزهم حسين الشحات. طبيب الاهلي يضع برنامج تاهيلي لحسين الشحات من جراحه غضروف الركبه، وكان معانا زميلنا فاروق صلاح شرح الامر المتعلق بحسين الشحات في الفتره اللي جايه بعد عودته من الدوحه بعد خضوعه لعمليه جراحيه. وان شاء الله نطمئن على حسين الشحات في الفتره اللي جايه، هيكون في برنامج تاهيلي ليه للعلاج من غضروف الركبه. طيب حساب يلا كوره على تويتر ايضا بيتكلموا ان في مصدر في الاهلي قال لي يلا كوره اليو ديانج مستمر مع الاهلي بعدما صرف النادي النظر عن فكره بيعه، والنادي بيجهز عقود التجديد لكل من حسين الشحات وياسر ابراهيم، ويرحب برحيل صلاح محسن ومحمود وحيد، ويتمسك برفض عرض سيفاس سبور التركي للتعاقد مع أفشة بسبب قلة أو ضعف المقابل المادي. ده مصدر في الأهلي ليلا كورة اتكلم على مسألة الصفقات وتجديد عقود اللاعبين ومسألة اللاعبين اللي ممكن ترحل، وكمان العروض اللي بتيجي لبعض اللاعبين وأبرزهم أفشة اللي عنده عرض من أحد الأندية التركية. النهاردة احنا بنتكلم 16/8، باقي بالظبط 14 يوم ويفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد في الانتقالات الصيفية، وهيكون القيد مستمر في شهر 9، والقيد الإفريقي يغلق يوم 15/9، واللعيبة للصفقات الجديدة اللي هتتأيد في شهر 9 هتلعب مع الأهلي دور ال 32 أو الدور التمهيدي الثاني في منتصف 10. أنا عايز أقول إيه في التفاصيل دي كلها؟ إن ننتظر 14 يوم بالظبط وهنسمع كل الجديد بخصوص صفقات الأهلي الفترة اللي جاية. الصفقات، تجديد عقود اللاعبين اللي ممكن عقودهم تنتهي بعد سنة أو اتنين، العروض اللي بتيجي لبعض اللاعبين في ملف الإعارات هنعرف إيه اللي هيحصل فيه بعد أسبوعين. وصدقوني كل اللي بيتقال دلوقتي بعيد تماماً عن اللي بيحصل جوه اجتماعات النادي الأهلي أو اجتماعات شركة الكورة في النادي الأهلي، لأن بإذن الله بعد أسبوعين النادي الأهلي بيحضر للموسم اللي جاي بشكل مختلف. وكل اللي بتسمعوه دلوقتي مفيش حد قريب من صانع القرار او اللي بياخد القرار جوه النادي الاهلي ايه اللي بيحصل او ايه اللي هيحصل، محدش بيتكلم ومحدش بيحكي اي كواليس، لان بعد 14 يوم هيكون في اعلان رسمي لكل التفاصيل المتعلقه بقائمه الفريق في السنه الجايه، لان السنه دي تحديدا فيها امر استثنائي عكس السنين اللي فاتت. الاول كنت بتجيب صفقات وتلعب معاك افريقيا من شهر يناير، لكن المره دي السكواد اللي هتقدمه في القائمة الإفريقية قبل 15/9 سواء محلي أو إفريقي هتلعب معاك من بداية الموسم، فبالتالي القائمة بيتم تحضيرها بشكل جيد جدا جدا. طيب أروح كمان لحساب كورة بلس وبيتكلموا على أن مصطفى شوبير وعلي لطفي يريدان حسم مصيرهما في ظل بحث الأهلي عن حارس مرمى. برضو زي ما قلت الأمر ده مؤجل لبعد نهاية الموسم من أول 9 إن شاء الله. كورة 11 الأهلي يفتح باب الرحيل لصلاح محسن نهاية الموسم الحالي بعد تراجع مستواه. برضو زي ما أكدت كل الملفات دي هيتم حسمها بعد نهاية شهر أغسطس، وفي الأسبوع الأول من شهر 9 كل الملفات دي هيتم حسمها قبل تقديم القائمة الإفريقية يوم 15/9. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي فقرات برنامج الترند.